السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يلا شباب، ده الفيديو الثالث للشابتر 2 الهوم ورك بتاعه. أول سؤال بيقول لك experiment explain an experiment to indicate the shape شكل الماجنتيك فلكس due to passing of electric current in a solenoid. عملنا إيه إحنا بقى؟ جبنا سولينويد كده، جبنا سوري ده ايرون رود، ده حتة حديدة، وعارفين ليه حتة حديدة؟ عشان عندها برميابيليتي عالية، ولفينا حواليها number of turn في بينهم وبين بعض ديستانس، ووصلنا بينهم الباتري بوزيتيف نيجاتيف، فطلع كارنت، فده بقى كارينج كارنت. فالمنظر اللي قدامك ده عباره عن سلك كارينج كارنت فاكت از ماجنت. لقينا ببساطه شديده ان الخطوط بتاعه السولينويد دي طالعه من النورث رايحه للساوث بالشكل ده، عملت كلوزد باث، مسارات مغلقه من النورث للساوث، من بره ومن جوه يا جماعه، من جوه السولينويد من ساوث لنورث. يبقى باستخدام امبير رايت هاند رول هتلاقي النورث هنا، صابعك فوق يبقى صابعك التاني بيشاور على النورث، والناحيه التانيه كده ساوث، يبقى شكل الخطوط او الدايركشن بتاعها ماشي في الاتجاه ده. كل الخطوط خارجه من النورث، كل الخطوط داخله جوه الساوث، ومن جوه عشان تكمل المسار بتاعها ماشيه من ساوث لنورث. بس ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الماجنتيك فلكس دينستي بتاعت السولينويد؟ ان بي سولينويد، طبعا الحاجات دي في اول الهوم ورك اللي احنا كنا سايبينها عشان كنا بنحل الكويل بس، ان بي سولينويد بتساوي ميو ان اي على ال سولينويد، يبقى بي سولينويد دايركتلي مع الميو، بي سولينويد دايركتلي مع الان، وبي سولينويد دايركتلي مع الاي، وبي سولينويد انفرسلي مع اللينث. طبيعي جدا كل ما تجيب حديد او تزود البرميابيليتي هتلاقي البي زادت، كل ما تزود عدد اللفات تأثيرهم أكيد هيزيد لأنهم بقوا كتير، كل ما تزود الكرنت البي يزيد لأن الكرنت هو السبب الرئيسي، لو واير كارينج كرنت بيأكت أز ماجنت. كل ما تزود اللينث، لما تزود اللينث يعني أنت دلوقتي اللفات بتبعد عن بعضها أكتر، لفات السولينويد بتبعد عن بعضها أكتر، فأكيد التأثير هيقل. قارن ما بين الفيزيكال ريليشن used in calculating the value of the magnetic flux density بتاعت اللوب وبتاعت السولينويد. يعني يقول لي هنا بي بكام وهنا بي بكام. سهل قوي برضو، البي كويل كانت بتساوي ميو ان اي على 2R، والبي سولينويد بتساوي ميو ان اي على ال سولينويد. بس قول الرول وقول الرول يعني مش حاجه. كان في كمان كومبير تحته بيقول لك مع الريديوس، علاقتهم بالريديوس. طبعا ده انفرسلي مع الريديوس، انما الراجل ده ملوش دعوه اصلا، يعني الريديس اساسا ما بيأثرش على الراجل ده. ده سؤال حلو قوي محتاج منك تفكير، يعني السؤال ده جميل قوي. يعني بيقول لك الكويل اللي في الفيجر اللي قدامك، طبعا هو قال على ده كويل بس ده سولينويد زي ما انت شايف، يعني قلت لك انا في الحصه ساعات بيقولوا عليه كويل بس هو سولينويد. حطيناه اباف ابيس اوف سوفت اير، يعني اللي قدامك دي حته حديده محطوطه على ميزان. سي مثلا الميزان ده قالي دلوقتي 100 كيلو جرام، يعني الحديده وزنها 100 كيلو، تمام. بيقول لك لما نقفل السويتش ده ايه اللي هيحصل في ال 100 كيلو دول؟ هيقل ولا هيزيد ولا ايه؟ تعال نشوف. بص يا معلم، لما تقفل السويتش ده هيمشي كهرباء صح؟ فالراجل ده هياكت از ايه؟ ماجنت. ايه ده، استنى استنى استنى، يعني اللي فوق اللي بالاحمر ده دلوقتي ده مغناطيس صح؟ ده ماجنت. الماجنت بيعمل ايه في الحديده؟ بيشد الحديده صح ولا لا؟ ما هو الماجنت بيحب الحديد، فلما الماجنت ده يشوف طبعا، والكي مفتوح، يعني لما الكي ده كان مفتوح كل اللي بقوله ده مش موجود اصلا، لان يعني مفيش كهرباء فمفيش ماجنت. لما قفلنا الكي بقى ده كارينج كارنت، فكان اكت از ماجنت، عمل نفسه ماجنت، تمام. الماجنت اللي هو عمله ده هيشد حته الحديده لانه بيحبوا الحديد، فقرايه الميزان اكيد هتقل. هيبقى كام مثلا؟ هيبقى 70 كيلو مثلا، يعني 100 دي تبقى 70 كيلو. ليه؟ لان السولينويد ده بقى عباره عن ماجنت، والماجنت بيشد الحديد، فلما يشد لفوق الميزان قرايته هتخف لانك كانك بتشيل من على الميزان. خلاص. طب بيقول لك وات ويل هابن تو ذا ريدنج اوف شون باي بالانس. الريدنج ده بقى يعني ارجع لل 100 كيلو تاني، بس لو عملنا ايه؟ دي مكتوبه غلط، المفروض مش كارنت ريفرزد ولا حاجه. لو انسرتد سوفت ايرن كور انسايد السولينويد، معناه ايه يعني؟ يعني لو حط حديده هنا جوه السولينويد بدل ما يلف السولينويد على الهواء لفه على حديده، قرايه الميزان هتقل اكتر، يعني هتبقى مثلا 40 كيلو. ليه؟ لان الحديد بيساعد السولينويد انه يشد الماجنت اكتر، يبقى ماجنت اقوى، فلما يشد الحديد هيشدها اكتر، فقرايه الميزان هتقل اكتر.
دي نفس المسألة. تعالوا نتخيل ان الميزان ده محطوط عليه برضو 100 كيلو جرام او قاري 100 كيلو جرام، بس ده بقى مش ده ماجنت، يعني اللي تحت ده مش حديدة، ده ماجنت اهو، كاتب لك النورث فوق والساوث تحت. ويقول لك لو قفلنا الكي ده بقى خلاص ايه اللي هيحصل لقراية الميزان. تعال نشوف. الاول طلعنا الكهرباء، هو راسمها لك، وبعد كده الكهرباء هتلف وهتبقى في الاتجاه ده. ممكن تعمل صوابعك يلا وتقول لي النورث فين والساوث فين. اللي قدامك ده عباره عن ماجنت، بقى عندك كام ماجنت في الصوره؟ اتنين اهو. ماجنت ده السولينويد، ده ماجنت عشان كارينج كارنت فاكت از ماجنت، وفي ماجنت اصلي تحت اهو. تعال نشوف بقى. الاول اعمل صوابعك يلا بتشاور مع الكارنت، يبقى النورث هنا والساوث هنا. الساوث بيحب النورث ولا لا؟ اه. فيحصل بينهم ايه يعني؟ اتراكشن، يعني الحاجه دي هتطلع لفوق هتاتراكت، يعني يحصل بينهم اتراكشن. فهتلاقي ال100 دول في الاول هيبقوا كام؟ هيبقوا مثلا 70 كيلو. يبقى قرايه الميزان هتقل. ليه قرايه الميزان هتقل؟ لان الساوث بيحب النورث فهيشده عادي، ولما يشده قرايه الميزان تقل اكيد. طب بص لي بقى، بيقول لك لو الكرنت ريفرزد، ركز ركز، لو الكرنت اتعكس. طب ما على طول من غير ما تفكر، لو الكرنت اتعكس اكيد بدل ساوث هنا هيبقى هنا في نورث، وبدل نورث فوق هيبقى ساوث. النورث والساوث هيتعكسوا، صح ولا لا؟ بقى عندك نورث وقدامه نورث، نورث وقدامه نورث، يعملوا ريبل ريبالشن لبعض، يعني هيضغط عليه اكتر، هيقول له ما تجيش مش عايزك. فقرايه الميزان دي مش تبقى 100، هتبقى 130 مثلا مثلا، يعني كل دي ارقام بس. فمره قرايه الميزان في الاولانيه هتقل، هتقل ليه؟ لان الساوث والنورث بيحصل بينهم اتراكشن، فهيشدوا لفوق، هيشدوا ناحيته، فهيقلل الميزان كانه بيشيله من على الميزان. طب ومره قرايه الميزان هتزيد ليه؟ لان النورث مع النورث يعملوا ريبولشن، يعني كانه بيتك على الميزان تاني، بيحطه على الميزان، فقرايه الميزان هتزيد. بس بيقول لك في السؤال ده ارسم لي الخطوط. سهل قوي، ايدك الاول مع الكرنت مع الاسهم دي، يبقى ماشيه كده، يبقى النورث فوق والساوث تحت. طلع ايه الخطوط اللي انت عارفها؟ المفروض الخطوط بقى شكلها عامل كده، دايما رايحه من نورث لايه؟ لساوث، ومكمله جوه. خلي بالك الخطوط مكمله جوه، خلي بالك. بس دايركشن الخطوط ازاي؟ من نورث لساوث، خارجه من نورث رايحه لساوث وداخله جوه الساوث اهو، وبعد كده تكمل جوه السينويد من ساوث لنورث. سؤال 6 بيقول لك سيلينويد اللينز بتاعه اسمه ال، النمبر اوف تيرن ان، توصل بفي بي، تمام كل حاجه تمام. بيقول لك بقى ايه اللي هيحصل للماجنتيك فلكس دينستي، يعني البي هيحصل لها ايه لو سوفت ايرن كور از بليسد انسايد ذا كويل. سهله دي، اول واحده سهله قوي. البي اصلا بتساوي ميو ان اي على ال سيلينويد. سوفت ايرن كور عنده هاي ماجنتيك بيرميابيليتي، يبقى البي ساعتها هتزيد. بس طيب اتنين، الديستنس بتوين ايتش تو تيرن از ريديوست تو هاف. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى انا اقول لك يعني ايه. يعني لو انت قدامك ده السينويد بالمنظر ده، بيقول لك كل لفه واللي جنبيها المسافه بينهم قلت النص. يعني لو الطول كله اسمه ال، هيقلل طول السينويد للنص، هيخلي طول السينويد اسمه هاف ال. ده كده كات ولا كومبريسد؟ كومبريسد، ضغطه بس، ما قالش ان هو قطع اي حاجه يا جماعه. يبقى ال1 اسمه ايه؟ ال، ال2 اسمه ايه؟ هاف ال. بس تعرف تجيب بي 1 على بي 2، مفيش اي حد تاني اتغير، فاكر؟ لا الان اتغيرت ابدا ولا الاي اتغيرت ابدا، مفيش اي حاجه، هو بس ضغط شويه التيرنز على بعض. يبقى ساعتها بي 1 على بي 2 بتساوي ال2 على ال1، ما تحطش اي حد تاني، يبقى بتساوي هاف ال على ال، كنسل كنسل، يديك اهو. ادي كده اول مره. دي كا تاني واحدة. تالت واحدة بيقول لك ايه بقى؟ لو قطعنا نصه. هو ده بقى، هو ده، لو قطعت نص السينويد، نصه اترمى، يعني اتبقى النص بس. طب لو الطول ده كله كان اسمه ال، اكيد الطول ده اسمه ايه؟ فاكر؟ هاف ال. طب وعدد اللفات لو اسمها ان، دي اسمها ايه؟ هاف ان، مصورها من على البورد انت. ولو الكرنت اللي داخل اسمه اي، ده يبقى داخل اسمه ايه؟ 2i. ال ال تقل وال ان تقل، انما الاي تزيد. فاكر الكلمه؟ ال زي الان وعكسه الاي. بس خلاص بعد كده اي 1 بكام؟ اسمها اي، ال 1 اسمها ال، ان 1 اسمها ان، وال 2 اسمها هاف ال، واي 2 اسمها 2 اي، وهاف ان. طلع بقى الجيفنز دي يلا. بص اهو، ال 1 ال، ال 2 اتقطعت يبقى نص ال، ان 1 ان،
N2 بقى اسمها نص N برضو. فاكر قلت لك اعمل ايه في الاي؟ بلاش تكتب 2، مش فاكر قلت لك اعمل كروس، يعني لو دي اسمها بقى نص اي دي هيبقى اسمها اي، هي معناها انكريز الدبل برضو، بس انا بحب اكتبها كده. ويبقى B1 على B2 بتساوي، ركز، ال N دايركتلي يبقى احط N على نص N، والاي دايركتلي يبقى احط نص اي على اي، يعني I1 على I2، وال L انفرسلي يعني احط L2 على L1، يعني هاف L على L، كنسل L مع L واي مع اي وN مع N ونص تحت مع نص فوق، يبقى هاف، يبقى الإجابة هاف بس. ماجنتيك فلكس دنسيتي بتاعت السينويد بتساوي ايه؟ انت عارف ان بي السينويد بتساوي ميو ان اي على ال سينويد، تمام؟ الميو ممكن تفك 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7، يعني ميو دي خلاص كده فكتها في ان اي على ال سينويد، يبقى هي الاجابه رقم دي. السيركلر كويل اوف دايمتر دي، يلا المسائل اللي احنا مسستمين نفسنا فيها بقى. كويل الدايمتر بتاع الكويل سماه هو دي، كارينج كارنت ستريتشد، فاكر لما يقول لك كويل ستريتشد على طول، كويل اهو لما نفك الكويل بعيد عن بعض شويه يتقلب ايه على طول؟ سينويد. طب فاكر على جنب بنكتب ايه؟ بي كويل على بي سينويد ايكوال ال سينويد على 2 ار. بيقول لك ستريتشد لسينويد اللينس بتاع السينويد بيساوي الدايمتر، تمام؟ يبقى الاكسس اوف سينويد الماجنتيك فلكس دينستي في الاكس بتاع السينويد، يعني قصده بي سينويد، ايه علاقتها بي كويل؟ تعالى كده، تعالى اكتب يلا، بي كويل على بي سينويد ايكوال ها ال سينويد اسمه ايه؟ دي. طب ال 2 ار ده اسمه ايه؟ دي برضو، ما ده الدايمتر، كنسل دايمتر مع دايمتر يعني بتساوي 1 على 1، كروس مولتيبليكيشن تلاقي بي كويل بتساوي بي سينويد يبقى ايكوال ليه، يبقى الاجابه ايكوال تو. على طول كويل ستريتشد، ارزع القانون ده على طول ما تفكرش. سينويد كارينج كارنت هاز ماجنتيك فلكس دينستي بي ات ا بوينت اون اتس اكسس، تمام؟ ده سينويد اهو، ماجنتيك فلكس دينستي بتاعته اسمها بي، كان عنده لينس اسمه ايه؟ ال عادي. لو السينويد ده ستريتشد يعني فكناه شويه كمان، طولنا اللينس بتاعه، ما عملناش اي حاجه في النمبر اوف تيرن، ما عملناش اي حاجه في الكارنت، يعني ما قطعناهوش، طولنا اللينس بس، بحيث ان اللينس الجديد بقى اسمه 2L دبل 2L، يعني L1 اسمه L، L2 اسمه 2L. طب وبعدين؟ قال لك حتى سيم كارنت، عايز يقول لك لو انت عايز تعمل حاجه لو سمحت ما تعملهاش يا جماعه، سيم كارنت انتنستي، ما نفس الكارنت. الماجنتيك فلكس دينستي يحصل لها ايه؟ يلا يبقى B1 على B2 بتساوي L2 على L1 بس، مفيش حد تاني اتغير. L2 اسمها 2L، L1 اسمها L، كنسل L مع L يبقى لك 2 على 1، كروس مولتيبليكيشن يبقى B2. انا عايز اعرف التانية حصل لها ايه؟ عبارة عن B1 في 1 على 2، اللي هي يعني هاف B1، يبقى B2 عبارة عن هاف البي القديم. سينويد اتوصل ببطارية عشان يبقى ماجنت، يعني if a quarter of length is removed. جميل. بص ده كده اسمه L، بص بقى الجمال بقى، بص يعني L1 اسمه L، سهلة خالص اهو. لما شيل ربع اللينس يبقى قد ايه؟ شلت الربع يبقى 3/4، يعني L2 بيساوي 3/4 L. خلاص ما تفكرش بقى، مش انا قطعت السيلينويد ده، يبقى ال N وال I اتغيروا اكيد، يبقى لو N1 اسمها N، N2 اكيد اتبقى برضه 3/4 N، ولو I1 بص اسميها ازاي؟ 3/4 I، يبقى I2 زادت ل I. اعكس دايما ال L مع ال I وال N، سوري ال L زي ال N وعكسه ال I، يعني اللي تعمله في ال L اعمله في ال N، هو بس اعكسه في ال I بس. يبقى B1 over B2 بتساوي ها ال I دايركت يبقى I1 على I2، ال N دايركت يبقى N1 على N2، ال L انفرس يبقى L2 على L1، يبقى ايكوال الكلام ده، I1 3 على 4 I و I2 اسمها I، N1 اسمها N ودي اسمها 3 على 4 N، L2 اسمها 3 على 4 L و L1 اسمها L، كنسل L مع L، كنسل N مع N، كنسل I مع I، 3 على 4 مع 3 على 4 هيديك في الاخر 3 على 4. magnetic flux density in the interior of a solenoid carrying inversely proportional to، الماجنتيك فلكس دينستي يعني بي سينويد، بيقول لك انفرسلي مع مين؟ الديستنس بين ذا بوينت
ال distance between the points from the solenoid. لأ radius of solenoid. radius ملوش دعوة أصلا. length of solenoid اه هي inversely مع length of solenoid مش length ال wire. لأ length of solenoid. ال wire كده كده ثابت يعني ال wire اهو لفه كده. طب لفه كده براحتك هو نفس الواير نفس الطول. عايز تكتر اللفات تمام، عايز تقلل اللفات عادي، عايز تلزق اللفات في بعض برضو تمام، اعمل اللي انت عايزه. انما اللي بيحكم هو اللينس بتاع السينويد نفسه بعد ما يتلف. problems بقى احنا كنا واقفين عند problem 22 اللي هو من اول السينويد بقى. مثلا عايز الماجنتيك فلكس دينستي، يعني عايز بي سينويد بتساوي كام لو اللينس بتاعه ب 50 سنتي. طبعا اللينس بيبقى تحت 50 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. الميو طبعا ما جابش سيرتها، هيبقى ميو الايه على طول 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7، كاتبها لك انا على طول. في النمبر اوف تيرن مدالك ب 4000 اهو. في الكرنت اللي هو 2 هيطلع لك 0.02 تسلا. اللي هي بالمناسبه على الاله يعني تطلع كده 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تسلا. ما هي 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 مش 2 تايمز 10، معلش انا اسف، مش 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. لا لا هنا بس في 4000 مش 400، هيطلع لك على الاقل فعلا 0.02. بس لو كانت الاجابه مثلا 0.002 تسلا والاله طلعتها لك 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تسلا، ما هي دي بقى هي هي دي هي هي بالظبط عادي. فممكن تكون بس الانسر مكتوب كده وانت تطلعها كده تفتكر نفسك غلط، بس هي هي. Calculate the magnetic flux density at an interior point along the axis of solenoid of 50 centimeter. تمام هو دي زي اللي فات بالظبط. ايه ايه اللينس ب 50، النمبر اوف تيرن ب 4000، الكرنت ب 2 امبير، عندك بي سينويد بتساوي ميو ان اي على ال سينويد مع كل حاجه عوضيها. عايز الماجنتيك فلوكس دينستي بتاعت السينويد لو اللينس السينويد بيساوي 20 سنتي، يعني 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 متر. نمبر اوف تيرن السينويد ب 700، كرنت السينويد ب 5 امبير. بيعودك بس على الرول هو في الاول، بي سينويد بتساوي ميو ان اي على ال سينويد اللي بتساوي الميو 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7. نمبر اوف تيرن 700 في الكرنت بتاع السينويد 5 على لينس السينويد يعني 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 2، هيطلع لك كده 0.0219. اللي ممكن اعمل لها ابروكسيميشن ل 0.02 وال 19 دي ال 1 ال 9 ترفعها ل 2. هي هي دي بقى 22 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. لو كانت بتاعها قالها هديك برضو دي عادي. سؤال 25 بيقول لك what is the current intensity passing a solenoid 0.5 meter، يعني مديك لينس السينويد 0.5 متر and 1000 turn، يعني number of turn ب 1000 اللي تخلي الماجنتيك فلكس دينستي ب 0.04 تسلا في انتيريور بوينت along its axis. عايز ايه يعني؟ عايز الكرنت يعني. فاكر البي سينويد بتساوي ايه؟ ميو ان اي على ال سينويد. في ناس بتحب تجيبها من هنا ان بي سينويد بتساوي ميو ان اي على ال سينويد. احنا عايزين الكرنت، فيبقى الاي بتساوي سواء بتحب تجيبها من فوق او من تحت، اعمل اللي انت عايزه المهم تحطها صح. تبقى بي سينويد في لينس السينويد على ميو في ان. في سينويد معاك 0.04، لينث السينويد 0.5، الميو 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7، في لينث السينويد اللي هو في نمبر اوف تيرن سوري اللي هي 1000، يطلع لك 15.9 امبير. السينويد 11 سنتيمتر لونج، تمام؟ لينث السينويد 11 سنتيمتر. النمبر اوف تيرن بتاعته 350 تيرن. الماجنتيك فلكس دينستي 1.5، نفس السؤال اللي فات بالظبط، عايز الكرنت برضه. ما انا عارف ان بي سينويد بتساوي ميو ان اي على ال سينويد، يبقى الاي بتساوي بي في ال على ميو ان، بي في ال على ميو ان. طبعا بي سينويد وال سينويد وان سينويد. يلا بي سينويد بكام؟ 1.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. عوض لينس السينويد بكام؟ 11 اضربه في 10 باور نيجاتيف 2 عشان يبقى بالمتر. الميو 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7، طالما ما قالش حاجه يبقى ميو الاير عادي. طب نمبر اوف تيرن السينويد 350، بس يبقى 0.375 امبير. سؤال 27 اواير ها مش السينويد، اواير يعني اللي هيدولك ده لينس الواير نفسه قبل ما يتلف.
88 متر، ده لينس الواير كله اتلف حوالين حديدة طولها كذا. فاكر الحوار ده؟ يعني ده لينس السولينويد بقى الصغير، ده لينس السولينويد 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 متر. تمام، انا معايا لينس السولينويد ومعايا لينس الواير. الدايمتر بكذا، يعني الريديوس 7 على 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 عشان بس يبقى بالمتر. يبقى قسمته على 2 عشان يبقى ريديوس، عشان هو مديني الدايمتر، وضربته في 10 باور نيجاتيف 2 عشان هو بالسنتي، خليته بالمتر. البرميابيليتي عشان حديده، ما هو اتلف حوالين حديده يبقى لازم برميابيليتي مختلفه، 0.003 ويبر على امبير في متر. المفروض دي كده في متر. عايز الكرنت انتنسيتي اللي تخلي الماجنتيك فلكس دنسيتي بتساوي 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تسلا. بدايه الكلام معيش نمبر اوف تيرن، ده بدايه الكلام. ما هي النمبر اوف تيرن بتساوي لينس مين بقى على 2 باي ار؟ لينس مين، سيلينويد ولا واير؟ لينس اللي هيتلف، انت هتلف مين؟ الواير. السينويد ده خلاص بعد ما اتلف، يبقى بعوض دايما باللينس الطويل قبل ما يتلف عشان اشوف هيتلف كام لفه. يبقى لان بتساوي لينس الواير 88 على 2 باي في الريديوس، الريديوس اللي احنا جبناه 7 وقسمناه على 2 وضربناه في 10 باور نيجاتيف 2، كده هيطلع لك النمبر اوف تيرن، هتطلع 400.1 تيرن، يعني تقريبا 400 لفه يعني. تمام، هو عايز الاي بقى، ما انت حافظ ان البي بتساوي ميو ان اي على ال سينويد. هو عايز الاي بكام؟ ده الطلب الوحيد. الاي بتساوي بي في ال على ميو في ان، يعني ايكوال البي 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 في لينس السينويد. السينويد 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 على الميو. خلي بالك انت متعود على الميو القديمه، ميو الحديده 0.003 في النمبر اوف 10 اللي انت جبته 400.1. بس الرقم ده كده هيطلع لك 4.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 امبير، اللي هي تقريبا 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، يعني هي نفس الرقم ده كده، نفس الاجابه يعني. هو عمل لها ابروكسيميشن. What is the current intensity that passing in a sinusoid 0.5 meter long، يعني لينس السينويد بنص متر والنمبر اوف تيرن بتاعته 1000 تيرن. Produce a magnetic flux density، يعني بي السينويد بتساوي 0.04 تسلا. عايز الاي بكام؟ سهله تعويض مباشر برضو. الاي جبناها كذا مره، البي ميو ان اي على ال سينويد، يبقى الاي بتساوي بي في لينث السينويد على ميو في ان. البي معاك 0.04، لينث السينويد معاك 0.5، الميو ما قالش حاجه، يبقى الهواء 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 في النمبر اوف تيرن اللي هي 1000، يطلع لك 0.01 تسلا. بيقول لك a circular loop of diameter 10 سنتيمتر، يعني diameter الكويل بتساوي 10 سنتيمتر. تمام، carrying current and the magnetic flux density at its center، يعني بيقول لك ان البي كويل بتساوي 5 times 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. تمام، if the turn are displaced from one another uniformly، يعني بعدنا الترن عن بعض بتاعت الكويل ده كده، بيقول لك لو displaced يعني بعدناها عن بعض شويه هيتقلب ايه كده؟ سولينويد. ايه ده؟ لما كويل يتقلب سولينويد. هو حتى يقول لك بص تو اوبتين سولينويد، مش هيضحك عليك في السؤال، قال لك ان هو بقى سولينويد. لينس السولينويد بقى ب 20 سنتي. فاكر لما كويل يبقى سولينويد بنكتب ايه؟ بي كويل على بي سولينويد ايكوال ال سولينويد على 2 ار. جميل قوي. هو بيقول لك هات الماجنتيك فلكس دنسيتي فعلا بتاعت السينويد بكام؟ هي الوحيده اللي ناقصه اساسا. يلا اكتب كده بي كويل على بي سينويد ايكوال ال سينويد على 2 ار. عوض بي كويل معاك طبعا معايا 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 على بي سينويد ما اعرفهاش ايكوال ال سينويد مديها لك 20 بس سنتي. هنا مش تفرق لو حولت بس مش مشكله يعني. على 2 ار، 2 ار ده اللي هو الدايمتر، 2 ار ده اللي هو الدايمتر، فعوض بال 10 على طول تايمز 10 باور نيجاتيف 2. كده كده نيجاتيف 2 مع نيجاتيف 2 تعمل كروس مولتيبليكيشن، 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 تضربها في 10 وتقسمها على 20، يبقى بي سينويد تطلع 2.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. حتى لو الاله طلعت لك رقم قريب من ده، بس مثلا طلعت لك 25 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 حاجه كده، جرب ده هتلاقيه هو نفس الرقم. A circular coil of diameter 12 سنتي، يعني diameter الكويل بيساوي 12 سنتي. الكرنت عدت فيه فبقى ماجنت. if coil stretched، يا جماعه للمره المليون، لما الكويل يبقى سولينويد بنكتب كده بي كويل على بي سولينويد ايكوال ال سولينويد على 2 ار.
تمام. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك بقى سينويد كالكوليت ذا لينث اوف سينويد، يعني هو عايز لينث السينويد بكام؟ ايه بقى؟ which make the magnetic flux density at point inside it along its axis، يعني بيتكلم على السينويد، عايز بي سينويد يبقى بيساوي هاف بتاع الكويل، هاف بي كويل. طب يلا نعوض، مستني ايه؟ شيل بي كويل، لا سيبها زي ما هي، بي كويل على بي سينويد احط مكانها ايه؟ هو عايزها بتساوي هاف بي كويل، تمام، ايكوال ال سينويد طالبها في السؤال 2R، 2R ده اللي هو الدايمتر اللي هو 12 على طول. ما تحولوش ان هو عايز الاجابه السنتي اصلا، فما تحولوش يعني. بي كويل يروح مع بي كويل، اوفر الاوفر يطلع فوق، يعني الكلام ده هيساوي 2 على 1. الجزء ده كده هيطلع لك 2 على 1، لان في 1 على 2 اوفر اوفر هيطلع فوق. بس اعمل يا معلم كروس مالتيبلكيشن، يلا كروس مالتيبلكيشن، تعرف تجيب ال سينويد دي بكام؟ 2 في 12 على 1، يبقى ال سينويد بتساوي 2 في 12 على 1 يعني 24 سم. اللي بعده، هات الكرنت calculate the current which passes through a circular coil of diameter، diameter الكويل بيساوي 22 سنتيمتر، number of turn الكويل equal 49 turn، produce a magnetic flux density in its center equal كذا، يعني B coil بتساوي 7 times 10 power negative 5 تسلا. بيقول لك هات لي current، دي مسألة coil عادية، فاكر B coil كان بتساوي ايه؟ B coil كان بتساوي mu n i على 2r، هو طالب منك بس الاي بكام؟ طب ما سهله جدا، الاي بتساوي بي كويل مضروبه في 2R على ميو في ان، يعني ايكوال بي كويل معاك 7 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 في 2R، ده اللي هو الدايمتر على طول، ده الدايمتر على طول حطه 22 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 على الميو 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 في النمبر اوف تيرن اللي هي 49، هيطلع لك كرنت ب 0.25 امبير. وبعدين بيقول لك ايه بقى؟ لسه السؤال ليه تكمله، انا واقف هنا على فكره، أنا كنت واقف هنا. If turn are displaced formally to form a sinusoid، يعني الترنز دي كده اللي كانت على بعض هنبعدها شوية عن بعض عشان تبقى sinusoid، أروح كاتب كده B coil على B sinusoid equal L sinusoid على 2R. بيقول لك لينس السينويد ده ب 11 سنتي. ممكن تسمعني ثواني؟ ممكن تسمعني دقيقة واحدة كده؟ بص B coil معاك؟ أه مديهالي 7 times 10 power negative 5 على بي سينويد هو عايزها في السؤال ايكوال لينث السينويد ب 11 تايمز 10 باور نيجاتيف 2، 2R ده اللي هو الدايمتر 22 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. بس اعمل كروس مالتيبليكيشن عشان تجيب دي، هتضرب ده في ده وتقسم على اللي فوق، يبقى بي سينويد في الاخر هتطلع 14 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. بس دي كالكوليت نمبر اوف تيرن بير يونت لينث، فاكر دي مين؟ ان سمول of sinusoid that carries electric current intensity of 10 ampere، يعني الاي بتساوي 10 امبير، such that the magnetic flux density resulting at the interior point along its axis equal كذا. الريزلتنت عايز الماجنتيك فلكس دينستي، يعني البي سينويد تبقى بتساوي 0.05 تسلا، ولينس السينويد 0.6 متر. بعد كده بيقول لك calculate the number of turns of the coil، عايز الان كابيتال كمان. سهله، ما انت عارف ان بي سينويد بتساوي ميو N I، ال P سينويد معاك 0.05 equal ال ميو 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 في ال N سمول في ال current ب 10. بس خلاص تقدر تجيب من هنا N سمول ولا لا؟ سهلة N سمول. طب ما N سمول دي أصلا بتساوي N كابيتال على لينث، معاك N سمول ومعاك اللينث، عارف تجيب N كابيتال عادي. سؤال بيقول لك 2 سينويدز، عندي 2 سينويد، أدي الأول أهو، هنحط الجيفنز بتاعته تحته، وأدي التاني أهو. ماشي، عايز ايه يا معلم بقى؟ الاثنين كونسايدد بعض نفس الاكسس، the first one has 10 turn، الاولاني عنده 10 لفات، 10 turn per unit length، يبقى دي ان سمول، يبقى الاولاني عنده ان سمول ب 10، الثاني عنده ان سمول ب 20، الفيرست عنده 2 امبير، الاي بتاعته 2 امبير، السكند 4 امبير، اكيد الميو هنا ميو الهواء، وكمان الميو هنا ميو الهواء الرقم المحفوظ. تستغل انت الفرصه وتجيب مين بقى انت على طول؟ هتجيب بي 1 اللي بتساوي ميو ان اي، سهل قوي اهو، هتعوض بالان بتاعت الاولاني والاي بتاعت الاولاني، كده جبت بي الاولاني. وبعد كده هتجيب بي 2 اللي بتساوي ميو ان 2 اي 2، كده جبت بي الثاني. واعمل لهم ايه بقى عشان اجيب التوتال؟ ما اعرفش. اول حاجه بيقول لك لو هم سيم
يبقى بي توتال ايكوال بي 1 بلس بي 2، ما هو سيم دايركشن هما الاثنين. طب لو اوبزيت دايركشن تاني حاجه، يبقى بي توتال بمنتهى الشياكه بتساوي بي الكبير اللي هتحسبه هيطلع الكبير ماينس بي الصغير. Two solenoids، سؤال 34. Two solenoids have a common axis. One of them inside the other. ماشي. The first عنده 400 turn. إن الأولاني ب 400. وcarrying current intensity 5 أمبير. ده الـ first. The number of turn بتاعت التاني 600. إن التاني بتساوي 600. وcarrying current التاني 4 أمبير. هو اللي بيقول كل ده مش أنا. Their common length، يعني الاثنين عندهم لينث 12 سنتي. common يعني الاثنين ليهم نفس اللينث. تمام. هات لي الماجنتيك فلكس دينستي ات ميد بوينت لو الكرنت بتاعتهم سيم دايركشن. ده كلام ناس الصراحه عبيط قوي، كلام عبيط قوي الصراحه. هات بي الاولاني ميو ان اي على ال ثانوي، هتعوض بان 1 واي 1 وال ثانوي الاولاني اللي هي ب 12 اللي هي زي التاني كده، فهتعوض بالميو والنمبر اوف ترن بتاعت الاولاني اللي هي 400 وكرنت الاولاني اللي هي 5 وال الاولاني اللي هو 12 بس ضربها في 10 باور نيجاتيف كام 2. تمام. وبعدين هتجيب بي 2 ميو ان اي على ال سينويد، ان التاني واي التاني وال التاني، ان التاني بكام 600 واي التاني ب 4 واللينس ده ب 12 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. خلاص عوضت جبت الاولاني والتاني، بيقول لك ان هما الاثنين في سيم دايركشن، يبقى البي توتال بيساوي بي 1 بلس بي 2. الاله هتطلع لك كده 0.046 تسلا. حاول تحط انت الرقم ده كده على الاله، يعني حاول انت تحطه دلوقتي كده وانت قاعد على الاله، شوف هيطلع لك برده 0.046 ولا لا، بس هتلاقيها هي كده كده في الاخر. A current of intensity 0.5 امبير عدت في سينويد which consists of 20 turn in each 1 سنتي. يعني ايه؟ يعني الكرنت كانت 0.5 امبير، لو اللينس بتاع 1 سنتي جواه نمبر اوف تيرن 20 لف. تمام. يعني في سينويد اهو كل 1 سنتي انكلودد جواها 20 لف. Another wire was wound around its midpoint to make one circular turn. يعني انت بص، انت دلوقتي عندك ايه؟ عندك سينويد، انا قلت لك المعلومات بتاعته. في واير تاني اتلف لفه واحده بس، ده كويل كده مش سينويد، حوالين السنتر بتاعه اهو بالمنظر ده. تمام. وبعدين radius الكويل اللي اتلف ده 1 سنتي. What will be، طبعا هو 1 turn، هو قال لفه واحده يبقى number of turn ب 1 turn. بيقول لك يا ترى الكرنت اللي في الكويل تبقى بكام اللي تخلي النقطه دي مالها بقى اللي في النص؟ بيقول لك كده، بص بص، such that magnetic flux density cancel flux of sinoid. يعني عايز في النص هنا البي كويل يكنسل بيه السينويد، عشان يكنسله لازم يبقى قده، صح ولا لا؟ فالمساله دي مساله نيوترال، يبقى لازم بي كويل يبقى قد بي سينويد. فك بي كويل ميو ان اي على 2 ار، فك بي سينويد ميو ان اي على ال سينويد. طبعا دي نمبر اوف تن السينويد وده كرنت السينويد، ده نمبر اوف تن اوف كويل وده كرنت مين؟ الكويل. عوض بقى الميو الاول تروح مع الميو. النمبر اوف تن بتاعت الكويل معاك اه لفه، كرنت الكويل هو عايزها على 2 في الراديوس 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 راديوس بون ايكوال نمبر اوف تن السينويد 20، كرنت السينويد نص، لينس السينويد 1 سنتي تايمز 10 باور نيجاتيف 2. بس خلاص عايز تجيب دي، اضرب ده في ده واقسم على ده، جبت كرنت الكويل بكام؟ تطلع لك 20 امبير. تمام. بعد ما جبت الكرنت بقى ب 20 امبير، هما دول كده قد بعض وعكس بعض ولا لا؟ اه خلاص خلصت. بيقول لك بقى اكسبلين وات هابن ات سيم بوينت، عند نفس النقطه اللي كنت بتحسب عندها دي، هي لو دايركشن ذا كرنت ريفرزد، يعني لو دايركشن الكرنت في واحد فيهم اتقلب. هما كانوا اوبزيت ولا سيم؟ اكيد كانوا اوبزيت، عشان دي كانت نيوترال فكانوا قد بعض كماجنتيود واوبوزيت كدايركشن، فالكويل كنسل اللي عمله السينويد. خلاص. بيقول لك بقى لو قلبنا واحد فيهم ريفرزد، لو واحد فيهم اتقلب يبقى لو كانوا اوبوزيت يبقوا ايه؟ اه لو كانوا اوبوزيت يبقوا سيم، ما هم كانوا عكس بعض اصلا اكيد عشان هي كانت نيوترال.
فلما واحد فيهم اتقلب اكيد بقوا سيم. هات البي توتال اللي بتساوي اكيد ايه، بي كويل زائد بي سيلينويد. المره دي بي كويل هتلاقيها هي بي سيلينويد، اجمعهم على بعض هتلاقي هيطلع لك 25.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 تسلا. فالفكره كلها لو عملنا لهم ماينس هيدي كام؟ هيدي زيرو، لان هم اصلا هم الاثنين دول قد بعض بالظبط وعكس بعض فادوا زيرو. طب لو قلبت واحد فيهم ساعتها ما بقتش نيوترال، ده بقى عندها ماجنت، وكمان هنعمل لهم بلس. سيركل الكويل الدايمتر اوف اتس تيرن از 10 سنتيمتر، تمام، دايمتر الكويل 10 سنتيمتر. الالكتريك كارنت عدت فيه عشان يبقى ماجنت، الفلكس دينستي بتاعته بتاعت الكويل 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. لو التيرن سيبريتد، بص كام مره، لو الكويل ده بعدنا التيرن عن بعضيها شويه سيبريتد فروم ايتش اذر لحد ما اللينس بقى 20 سنتي، ده كده لينس السينويد. يا ترى بي السينويد بكام؟ سهله، لما كويل يبقى سينويد بنحط كده بي كويل على بي سينويد equal L سينويد على 2R. B coil معك 5 times 10 power negative 5 على B سينويد equal length سينويد 20 times 10 power negative 2 على 2R. 2R ده اللي هو الدايمتر، يعني 10 times 10 power negative 2. عايز تجيب B سينويد اضرب ده في ده على ده هيديك B سينويد equal 2.5 تايم 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. ما هي مختلفة عن الإجابة يا مستر، لا الإجابة اللي موجودة هنا دي هي هي دي بالظبط. اكتب دي كده على الكالكوليتر، اكتبها على الآلة بتاعتك هتلاقي طلعت لك 2.5 تايم 10 باور نيجاتيف 5، هي هي. سؤال 37 بيقول هو ده ناقص، يعني كان بداية الكلام بيقول إن هما في 2 سيلينويد الاتنين جوه بعض، هو بدأ كده 2 of them inside the other، بس هو يعني ناقص من الأول. such that their axes coincide and have same length، الاثنين عندهم نفس اللينث على جنب كده بس، يعني ال الاولاني زي ال الثاني بالظبط. لو النمبر اوف تيرن بتاع الاولاني 400 وبتاع الثاني 1600، ان 1 400 ان 2 ب 1600 ماشي، وبعدين الكرنت بتاعت الاولاني بتاعت الانر اللي جوه 3 امبير، يا ترى الكرنت بتاعت الثاني كام اللي تخلي النقطه بينهم نيوترال، او تخلي كل واحد يلغي تاثير التاني، او يقول لك لو حطينا ماجنت ما يتحركش ماجنتيك نيدل اي حاجه، هتعمل ايه؟ لازم الاولاني يبقى قد بالظبط التاني في الماجنت عشان يكنسلوا بعض. يلا فك بيه الاول كده، ميو ان اي على ال سينويد ايكوال ميو ان اي على ال سينويد، بس كل اللي هنا ده يخص الاول، كل اللي هنا يخص التاني. ال1 مع ال2 عشان هو قال لك قد بعض، والميو مع الميو، يبقى عوض بقى ان 1 بكام؟ 400، اي 1 3 ايكوال 1600 في اي 2، تطلع اي 2 بتساوي 0.75 امبير. سؤال بيقول انزوليتد واير اوف دايمتر 0.2 سنتيمتر، يعني دايمتر الواير بيساوي 0.2 سنتيمتر، اتلف حوالين ايرن رود البرميابيليتي بتاعته 2 times 10 power negative 3 ويبر على امبير في متر، حديد ده مش هوا. الترنز ار تانجنت تو ايتش اذر، فاكر الترنز تانجنت لبعضها، ساعتها هنعمل ايه بقى؟ لما الترنز تبقى تانجنت لازقه في بعضها كده، كل لفه لازقه في الثانيه، يبقى ساعتها لينس السيلينويد، لينس السيلينويد ده عباره عن، فاكر عدد اللفات في ديامتر اللفه، عدد اللفات في الدايمتر ده يديك اللينس كل ده، لو ضربت الدايمتر بتاع الواحده بس في عدد اللفات. يبقى بي سينويد بتساوي ميو ان اي على ال سينويد، في الحاله دي بس، في الحاله دي بس اقدر اشيل لينس السينويد واكتب مكانه عدد اللفات في الدايمتر، لو قال كلمه تانجنت بس يبقى ان في دي، ان تروح مع ان يبقى ميو اي على دي، الميو معاك 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 والاي مديها لك اهو ب 5 امبير اخر المساله خالص، على الدايمتر اللي هو 0.2 تضربه في 10 باور نيجاتيف 2 هيديك 5 تسلا. يلا سؤال سيلينويد وكويل، سيلينويد وكويل ملفوفين حوالين بعض، الاثنين دول محطوطين جوه بعض، مديك بقى اللوب الريديس بتاعه 5 سم، يعني ريديس الكويل بيساوي 5 سم.
at its axis سينويد of 100 turn. Number of turn السينويد انا عمال اطلع الجبهة هنا وهنا. And 20 سنتيمتر لونج يعني لينس السينويد ب 20 سنتي. That carries similar current intensity يعني لو الاي سينويد ده اسمه اي، اي الكويل برضو اسمه اي. لسه ما قالش حاجة عن number of turn الكويل ها. What could be number of turn in the loop؟ يا ترى number of turn بتاعت الكويل بكام؟ اللي تكنسل الفلكس اللي طالع من السينويد، يعني عايز الاتنين يكنسلوا بعض، لازم يبقوا قد بعض وعكس بعض، لازم يبقوا قد بعض وعكس بعض، عكس بعض يعني لو ده طالع ده يبقى نازل. دول كده اسمهم عكس بعض. طب لازم يبقوا قد بعض كماجنت، يعني بي سينويد يساوي بي كويل. فك بي سينويد، ميو ان اي على ال سينويد، لازم يبقى قد ميو n i على 2r. يلا يا معلم كنسل بقى ميو مع ميو. في حاجه تانية تتكنسل؟ اه قال لك الكرنت سيم، فهو اللي قال الكرنت سيم فالاي تتكنسل مع الاي. عوض بقى يلا نمبر اوف تيرن السينويد معاك اه 100، خلاص دي عوضت عنها ب 100. طب لينس السينويد معايا ب 20 ونضربه في 10 باور نيجاتيف 2 ايكوال number of turn الكويل هو عايزها في السؤال على 2R. 2R ده اللي هو الدايمتر او ادي 2 في مديك الريديوس ب 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. بس مش عايز تجيب دي، اضرب 100 في ده واقسم على ده، اضرب 100 في ده واقسم على ده، يطلع لك number of turn الكويل ب 50 تور. وطبعا اللي بيحدد الدايركشن هو ماكسويل رايت سكرو رول او امبير رايت هاند رول، الاثنين ينفعوا عادي. سؤال بيقول لك احسب لي النمبر اوف تيرن بير يونت لينث، يعني عايز ان سمول بتاع السينويد كاريز كارنت 10 امبير، الاي بتساوي 10 امبير، والماجنتيك فلكس دينستي 0.05 تسلا، واللينث بتاع السينويد 0.6 متر. سهل قوي، بي سينويد بيساوي ميو ان اي، معاك البي معاك الميو معاك الاي، احسب الان دي عادي خالص. وبعد كده الان سمول اصلا بتساوي ان كابيتال على ال، معاك ان سمول ومعاك اللينز تحسب ان كابيتال عادي. 41 هات لي الكرنت اللي عدى في سينويد اللينز بتاعه 10 سم، لينز السينويد ايكوال 10 سم اند 40 تيرن، نمبر اوف تيرن 40 تيرن producing a magnetic flux density 14 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. معاك كل حاجه، معاك كل حاجه، فهتلاقي الاي في الاخر بتساوي البي في ال، عملناها كتير قوي يعني عملناها كتير قوي في الفيديو ده على ميو ان. البي معاك 14 تايمز 10 باور نيجاتيف 5، في اللينث 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 2، على الميو 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7، في النمبر اوف تيرن 40 هيديك الكرنت عادي 0.2784 امبير. بعد كده بيقول لك if the turns are recompressed. recompressed يا جماعه يعني اتضغطت، لما سينويد يتضغط كومبريسد يتحول لايه؟ اكيد كويل، بس هو يقول بس recompressed to form a circular coil. هو قال لك الضغط عشان يبقى كويل of diameter 20 سنتيمتر. تمام diameter الكويل 20 سنتيمتر، هتكتب كده B coil على B سينويد equal L سينويد على 2R. هو بيقول لك هات الماجنتيك فلكس دينستي بتاعت الكويل. ال B coil مش معايا، على B سينويد اكيد هو مديلك في السؤال 14 times 10 power negative 5 equal length السينويد، معاك length السينويد؟ اه معاك طبعا length السينويد، هو ب 10 times 10 power negative 2 على 2R. 2R ده اللي هو الدايمتر، هو مديهولك ب 20 times 10 power negative 2، تعرف تجيب بي كويل عادي بالكروس مالتيبليكيشن. سؤال 42 بيقول لك سينويد اللينث بتاعه 60 سنتي، يبقى اللينث الاولاني 60 سنتي، اتوصل ببطاريه 3 فولت. تمام if 10 سنتي cut from each side، 10 سنتي اتقطعوا من كل ناحية، يعني L2 بتساوي 40 سنتي. ليه يا مستر؟ ما هو السينويد أصلا كله 60 سنتي، قطعنا من هنا 10 سنتي وقطعنا من هنا 10 سنتي من كل ناحية، هو قال من both sides، يبقى 40 سنتي بس. فاكر لما لينس السينويد اتقطع ايه اللي بيحصل؟ النمبر اوف تيرن تسمع كلامه، يعني لو دي 60 N2 تبقى 40 والكرنت تتعكس، يعني لو دي 40 دي تبقى 60. دايما ال N زي ال L وعكسه ال I، ال N زي ال L وعكسه ال I. بس عايز بقى تجيب B1 على B2 يبقى بتساوي
النمبر اوف تيرن دايركت، الكرنت دايركت، اللينس انفرس. النمبر اوف تيرن دايركت يعني 60 على 40، الاي دايركت يعني 40 على 60، ال انفرس العكس 40 على 60. 40 مع 40 و60 مع 60 يبقى 40 على 60 اللي هي 2 على 3. بس اخر مساله طبعا دي احنا حليناها كتير مع بعض في الحصه ونزلنا عليها كمان مسابقه وخدنا عليها جوائز، فالمفروض المساله دي خلاص هي محلوله. فكره المساله بس ان هو كان عايز النقطه دي تبقى نيوترال، فجبنا الاول شلنا الكويل ده خالص ولا كانه موجود، حطينا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، جبنا الماجنت الاولاني هنا اللي هو الواير اللي اسمه بي، جبنا الماجنت ده هنا وجبنا ماجنت ده هنا وجبنا التوتال لما عملنا لهم ماينس الكبير ماينس الصغير، كده بقى معانا رقم. الرقم ده اللي هو مين بقى؟ اللي هو توتال الماجنت اللي عامله ده وده هنا التوتال خلاص. يبقى النقطه دي حاسه بتوتال ماجنت من الوايرين دول. طب وبعدين حطينا كويل بقى، بيقول لك انا عايز لما احط الكويل النقطه دي تبقى نيوترال ما تحسش بحاجه، يبقى لازم البي كويل تبقى قد البي توتال اللي انا حسبتها دي وعكسها كمان مش معاها، تبقى عكسها بس. طب تبقى عكس مين؟ عكس الواير ده ولا عكس الواير ده؟ عكس التوتال بتاعهم، والتوتال بتاعهم بيسمع كلام الكبير، يبقى الكويل هيلف كده، هيلف كلوك وايز عشان يبقى عكسهم يعني، ما تعكسش ده، اعكس الكبير دايما، الكبير كماجنت يعني. بعد ما تطلع الرقمين هتطلع بي بي هيطلع برقم، هتطلع بي اي هيطلع برقم، هتلاقي بي اي ده هو الاقوى كماجنت، فاعكسه هو، اتعامل معاه هو. طب وليه كتبنا كده يا مستر؟ ليه كتبنا بي كويل ايكوال بي توتال واير؟ عشان النقطه دي دلوقتي التو وايرز دول مؤثرين عليها. خلاص كتبنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف وحسبنا التوتال بالطريقه بتاعتنا. كده بقى معانا التوتال بتاع التو واير. لازم يعكسهم عشان يكنسلهم خالص الكويل، فلازم الكويل يبقى قدهم بالظبط. شكرا.